هاي، يعطيكم العافية، شلونكم؟ عساكم بخير. أول شيء يعني تفاعلكم وناستكم وحبكم وجمالكم كل شيء ينم. التفاعل اللي شفته على موضوع إشاعة الخطبة، ما في خطبة يا جماعة. أنا كل موضوع عيد ميلادي لأخذني هدية، فكل الموضوع إنه كانت هدية خاتم وليس دبلة. في فرق بين الخاتم وفي فرق بين دبلة الخطبة أو دبلة الزواج. بس طالما أن كان تعبيركم بشكل حلو وبشكل مفرح وبشكل إيجابي، فهذا شيء أكيد يعني يونسني. بالعكس يعني أنا لما شفت الفيديوهات المنتشرة هذا ما تضايقت، لأنه يمكن أنا ما وضحت لكم البداية، صورتها والفرحة خذتكم. بس يعني إن شاء الله إن شاء الله ما تشوفوني إلا الأخبار تصلكم. وبالمناسبة بعد أحب أهني الأمة الإسلامية على عيد المولد. وبعدين تأكدوا إن مثل ما أنا تعودت أشارككم كل شيء، إن شاء الله إذا كان في أي خبر بخصوص الزواج أو خطبة أنا ما أطلع عليكم، أنتوا أول ناس تعرفون، لأن أنتوا أول ناس يعني يهمني تفاعلكم. خلاصة الموضوع يا جماعة، بعد ما خلصت الأكل مثل ما صار في انتشار رهيب لموضوع الخطبة، أتمنى الحين يصير في انتشار رهيب لموضوع نفس الخطبة، لأن ما في خطبة. هذا شيء. الشيء الثاني اللي صادمني، زين، السوشيال ميديا مو مشكلة، أي شيء يشوفونه ينتشر. الصحافة شلون؟ يعني الصحافة عادة عندهم أرقامنا، يقدرون يتواصلون معنا، يقدرون يسألوننا، يقدرون يتأكدون إذا الخبر صح أو مو صح. إحنا لما يظهر يعني بمجلة أو جريدة أو شيء ينشر هذا الخبر، أكيد الناس مصدق، لأن الناس يدرون إن أنتوا على تواصل معنا. فيعني ما تصدقون على الله، تبون أي خبر شريش تأكدوا. قالوا نور خطرتي إيه ألف مبروك، لا إن شاء الله قريب. بس وايد إيزي الموضوع. خلصنا الحين من